هدف رح نطلع هلا استطلع البيت اطلاق ما بيصير الا اذا انا اعطيت امر او لحد الدفاع عن نفسه اطلع علي رح اطلق هلا وبالطالع بلشنا ننفذ مزبوط نحن برفقه الرائد رئيس مكتب مكافحه جرائم السرقات الدوليه ناطرين الاشاره لمواكبتهم بالتنفيذ سنة 2011 مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية ضبط سيارة مسروقة على الأراضي اللبنانية رانج روفر موديل 2010 دخل لبنان عبر الحدود البرية بدأت الاستقصاءات لتحديد مصدر السيارة والأشخاص اللي أدخلوها بنتيجة التحقيق تم تحديد المصدر السيارة تمت سرقتها من إيطاليا بوقت سابق وتم تهريبها عبر الحدود ووصلت إلى لبنان تاريخ 11/8 2011 جينا طلب من الجمارك اللبنانيين بالكشف على سيارة رانج روفر سوبر شارج. هذه السيارة دخلت للبنان بتاريخ 24/11/2009 من قبل مواطن فرنسي ادخلها بصورة ادخال معقد. يعني ممكن تكون دخلت على لبنان بطريقة مسروقة من برا وبقت شرع بلبنان. حتى ما نضل نسمع ونضل نقول انه في سيارات مافيا وحدا عم يفوت فيها وكذا قلت له لرائد سعد هذا الموضوع لازم ندخل فيه بقوه تكثفت التحريات وتم تجنيد مجموعه من رجال التحري لمتابعه القضيه وبفتره لاحقه تم التعرف على سياره اخرى عم تتجول ببيروت لكن هالمره السياره شرعيه ما في اي شيء بيدل على انها مسروقه تم استدعاء مالكها للتحقيق والنتيجة كانت المالك هو شخص اشتراها من أحد معارض السيارات على أساس إنها مستوردة من الخارج ماشي دينار أنا شاري حبيبي أنا مسافر على إيطاليا أنا عامل طفر بإيطاليا أنا شاري من شارليتو بلانكينتي طلياني بوكالة عند كاتب عدد بتعاقد وعامل معاملة جمركية مظبوطة أصبح مالكها شخص مخدوع وبحوزته سيارة مسروقة وبتعود ملكيتها لشخص آخر بدولة أخرى في حقوق لناس مواطنين لبنانيين اشتروا سيارات والسيارات طلعت مسروقة ويمكن دافعين حقها بحسن نية وبحقها الكامل ما فينا نوقف عند هذا الموضوع أما بالنسبة لحقوق القضاء ما عمل إلا اللازم حط كل هالأشخاص هودي حراس قضائيين عليهم يعني بمعنى شو حارس قضائي حارس القضائي بيعني انه مجرد هذا الخلاف موجود بين المالك اذا بدك تقول القانوني بلبنان والمالك الاساسي مالك الشرعي الاساسي للسيارة بالخارج انه مالك تاني اسمه اكس مثل ما عنا هون اسمه اكس صاحب السيارة اللبناني المخدوع واللي اشترى سيارة مسروقة من الخارج من دون علمه وسدد ثمنها بالكامل أصبح حارس قضائي على سيارته أي أنه مجرد من أي حقوق للتصرف بسيارته مثل بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها إلى حين بت الخلاف بالقضاء لأنه للسيارة مالك
ومن حقه إنه يطالب باسترجاعها. العديد من الأشخاص اللي اشتروا السيارة السيارات هني حسنين مية، العديد منهم، بس أكيد مش الكلام، لأنه مش معقول تكون سيارة تكون حقها 80,000 دولار يبيعها 40,000. يعني بالمعنى إنه يعني هيدي السيارة ضمنيا هذا اللي اشتراها عارف انه مسروقه، واللي بيع عامل له تكرم عينك، هذا اعطيتك سياره هلا جمركي مضبطه قانونيه بكل التفاصيل. هذا شيء اللي انا بخليني اقول انه العديد، او بيقولوا لقاء اطعام مثلا، اطعام كنت فهمت فيها انا لك هذه هديه لك سياره. يعني هالسيارات بالمعنى بالاساس نحن عارفين انها سياره مسروقه. تقاطع المعلومات وضح القضية أكثر وأكثر، وبدأ من الواضح أنه كمية السيارات المسروقة من دول أجنبية ويلي تم إدخالها إلى لبنان عم بتزيد، وخيوط جديدة عم بتبين كل ما غاص مكتب مكافحة جرائم السرقات أكثر بالتحقيق. أنا بدي أقول لك شغلتين بس، الشباب اللي نحن كلفناهم أنه يصدوه، الشباب اللي نحن كلفناهم انه يصدوا قصدوا انه عم يتحرك بين بيته ومحلات تانية بنفس المنطقة اللي هو ساكن فيها. بدي تخلص كل المحضر ونجمع كل الأدلة تناخد إشارة القضاء تنوقفه واخدله صور بمحلات هو عم يتنقل فيها. المحققون بالقضية تابعوا ملاحقة الملف، ودخلت عناصر جديدة عديدة كان من شأنها إن توضح ملابسات عملية التهريب يلي يبدو إن من أخطر العمليات اللي شهدها لبنان. توالى اكتشاف السيارات يلي عم بيتم إدخالها عبر رخص سير وأوراق ثبوتية من الدولة اللي سرقت منها. عملية التهريب عم بتتم عبر المعابر الحدودية اللبنانية بمناطق المصنع والعبودية، واللي سيئين هالسيارات إن أشخاص أجانب مسجلين السيارات باسمه، وجنسياتهم بتتوزع على دول أوروبية عديدة. ودخولهم على لبنان عم بيتم من خلال تزوير محكم لأوراق ثبوتية عبر النقاط الحدودية، وفور وصولهم على لبنان عم بيتم تنظيم وكالات بيع ووكالات عامة عند الكاتب العدل مع التعهد بشرعية السيارات وقانونيتها. لبنان هو شغل بجمركة ويفوتها. كيف بتصير العملية؟ أول شيء مثل ما بنقول بالعادة تصير مع كل اللبنانيين مع الأسف، يعني إنه وكالة يعني كاتب عدل. استحصل المحققون على الأوراق الرسمية وتوالت التحقيقات. تم التحقيق مع المواطنين اللي اشتروا السيارات وتكثفت الاستقصاءات. أنا مواطن لبناني اشتريت أوراق مزبوطين ونسأل عنها السيارة وما كان عليها أي شيء. أنت اشتريت. فايتة عن الجمارك. أنت اشتريت. أوراقها مش مزبوطين. أنا بدي أقول لك كل اللي بيقولوا لك هي إنه السيارة فاتت وبعدين اتعمم عنها هو مش مزبوط، لأنه هذا العصابة هي عصابة بالاشتراك مع ناس لبنانية، بيستأجروا سيارات من برا، بيظهروها لبوابات الحدود، بيزوروا لها أرقام الشاسيات تبعها، وبيرجع من بعد ما توصل لعندك بيعمموا عنها لأنهم مستأجرين أجار. كل أوراقها مزبوطة بس كل أوراقها مزوّة أو غموك المزبوطة. شو عرضنا؟ شو بدي عرفه أنا أو غيري؟ اللي بيّن إنه أوراقها مزوّة حضرتك عارف إنه أنا دافع مشيّاتي وعندي نية حسن وما عارف شيء، بتمنى شو تقدر تساعدوني حتى تحافظ لي حقي مثل ما عم يتحافظ على حق صاحب السيارة الأساسية اللي أنا بجهل إنه إلها صاحب. نحن بنعرف إنك على أساس إنه مشترية وجاية على لبنان بطريقة شرعية. مجريات التحقيق وصلت لشركات السيارات اللي بدورة تابعت مع إداراتها بالدول المصنعة وساهمت بتسهيل تعقب مصدر السيارة ورقم محركها الأساسي ومالكها الشرعي والدولي يلي تمت سرقتها منها. الشغلة الأساسية
عندكم ضعف. نقطة الضعف الأساسية اللي قدرنا وصلنا لها هو إنه الاتحاد الأوروبي زودنا بصورة عن كل دفاتر السيارات الموجودة بأوروبا وعن النقاط السرية الموجودة بهالدفاتر تخليك تخليك تقدر تعرف إذا هيدي العلامات المميزة الموجودة بالدفاتر تخليك تعرف إذا هيدي الدفاتر هي مسروقة هي مزوة أو صحيحة. هذا الشخص يعني بس عرفنا هالوكالات كلها صار عنا هي بدائرة الشك في الحياة. بس ما احنا ما فينا نقول إنه هذا الشخص مرة لأنه بعد القصة سيارة واحدة. سيارة واحدة يعني بيقول لك إنه أنا يا خي اشتريتها أنا غشيت فيها شو بعرفني؟ بدي أوقعك بين الصيد. ميم كاف هو المشتبه به الأساسي بهالعملية والتحقيقات أثبتت وقوفه وراء العديد من السيارات المسروقة. الإجراءات لاستدعائه على المكتب ما كانت صعبة بأول مرة، فالرجل كان متجاوب مع التحقيق ومرتاح إلى حد كبير لأنه سكة التهريب كانت شرعية. والأدلة على أنه متورط ما كانت كافية لإدانته، لا سيما أنه الحجج والتبريرات على أنه كان ضحية لعملية الغش كانت واردة. كنا بعد ما قدرنا جمعنا كامل المعلومات اللي بتأدي لإدانته وتوليفه عبر نلاقي هذه الصلة اللي بتربطه بالعصابة الموجودة برا. المشتبه به أصبح بالخارج من جديد، ولكنه وضع بشكل جدي تحت المراقبة من قبل مجموعة رصد متخصصة، وكانت حركته بالفترات الأولى تحت السيطرة إلى حد كبير. من ناحية أخرى كثف رئيس المباحث الجنائية الخاصة التواصل مع شرطة الانتربول وزودهم بمعلومات عن السيارات المضبوطة بلبنان، وطمأن الأجهزة المعنية أن السيارات أصبحت تحت إشراف السلطات اللبنانية. عملنا حوالي 300 مراسلة بين الانتربول من وإلى، وكان تروح المراسلة على المديرية العامة على شعبة الاتصال الدولي في مضيع اللواء الشرفي في تباع الانتربول كل السيارات اللي نحن استعلمنا عنها طلعت مسروقة. مع تطور التحقيق والتدقيق بالتفاصيل تقاطعت المعلومات، وتم التأكد من وجود عشرات السيارات المسروقة والمهربة إلى داخل الأراضي اللبنانية بصورة شرعية مع شهاداتها الجمركية من قبل ميم كاف. وصلنا لنتيجة أنه هذا الشخص هو أساسي بحوالي 8 وكالة مكتبة. صدر الأمر بتوقيفه، وبحسب الإجراءات القانونية المعمول فيها بلبنان تم استدعاءه وتبليغه للحضور لمكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية. تمنى عن الحضور وتوارى عن الأنظار. رجال التحري كثفوا التفتيش وتعززت الدوريات المتخفية بجوار أماكن سكنه، فالمطلوب تتوزع بيوته المعلنة والمعروفة بين بيروت والمتن الشمالي والبقاع، أما أماكنه السرية فبتتعدد. تابعنا بجمع الأدلة حوله وكلفنا مجموعة متخصصة بالمراقبة أنه تراقب تحركاته، تشوف اتصالاته، اجتماعاته مع مين، وين معقول يكون عم بجيب السيارات، إذا بعد في سيارات بلبنان وين موجودة، بمين بيتصل، بمين بيلتقي، وين بتكون اجتماعاته. وغالبية هؤلاء الأشخاص هن من الناس يعني، أو هو حتى هذا الشخص هو من الأشخاص الحذرين، يعني اجتماعاته بتكون بقهاوي عامة وبيخلط بين الناس اللي في شغل بيناتهم وبين أصدقاء، يعني بتكون قاعدة مع مجموعة من 5 أو 6 أشخاص في شخص وحيد في شغل بيناتهم، بيزد لك من صعوبة انك تكتشف الموضوع لانه انت صرت مجبور تحلل علاقته بكل الناس الموجودين معه او عم يتواجدوا معه او عم يلتقوا فيه.
كما أوصلت التحقيقات لكشف هويات المساعدين الأساسيين لرئيس الشبكة ولتورطهم بالسرقة. تم تحديد تحركاتهم ووصلت معلومات عن اجتماع بيناتهم رح يتم بوقت قريب. أعطي الأمر بسرعة لتوقيفه. المطلوبين كانوا اثنين، الأول وصل قبل الثاني ونطروا بأحد المطاعم. الدورية تأكدت من وصول. المطلوب ما أبدأ أي مقاومة ضد الدولة واعترف بسرعة إنه زميله رح يلاقيه بمكان متفق عليه وحدد الموقع. شلون السيارة؟ سيارة رصاصية. عامل لك شلون السيارة؟ شلون نوعها؟ رصاصية مرسيدس. مرسيدس. مرسيدس رصاصية. فتوجهت القوة وبحوزتها المطلوب الأول إلى المكان المتفق عليه بأحد الأحياء السكنية. وقررت الانقضاض الفوري على المطلوب بداخل سيارته لعدم إعطاءه أي فرصة للهرب. يجي هلا الناس المحيطين فيه تم استجوابهم انه صار عندنا كميه كبيره من الادله توارى عن الانظار، ترك بيته ما عاد يتردد على الاماكن اللي بيتردد عليها،
معد يستعمل نفس الأجهزة الاتصال اللي كان يستعملها وانفقد عن الناس المحيطين فيه أو القريبين فيه اللي كان يتردد عليهم. وصار خوف مكتب المكافحة من أنه يكون هارب من لبنان بطريقة غير شرعية. بالتنسيق مع الأمن العام تبين أنه بعض موجود على الأراضي اللبنانية. خفنا أنه يكون ترك لبنان عبر إحدى المعابر الحدودية أو مستعمل هوية مزورة. وبعد التعقب والرصد وجمع المعلومات والتحقيق مع أشخاص مقربين من المطلوب استمرت لأشهر، تم تحديد موقعه. بليلة 18/6/2012 وصل الخبر. المطلوب تواصل مع أحد الموضوعين تحت المراقبة. تحركت مجموعة الرصد وبلغت غرفة العمليات أنه احتمال ظهور المطلوب بالبقاع لسبب طارئ أصبح وارد جداً. وبتزيد المعلومات أنه رح يكون موجود بمزرعة خاصة بعيدة عن الأنظار. ما كان فينا ندهم هذا المكان اللي هو كان وصلنا معلومات أنه عم يتردد عليه، إذا هو مش موجود لأنه رح يفتضح أمرنا أنه نحن عرفنا هذا المكان السري اللي هو مختبئ فيه، هيبطل يتردد عليها وحترجع القصة. بدها جهد من أول وجديد تنقدر نعرف، رح يكون اختار مكان آمن تاني يلتجي له. تأهب مكتب المكافحة وبقي التواصل مع مجموعة الاستطلاع لساعات الصباح الأولى، وأضافت المعلومات إنه المطلوب عم بيتجول بسيارة جيب مرسيدس أم أل لون أسود ومن دون لوحات. قرر المكتب يتحرك. ولكن احتمال وجود بعض المتعاونين مع المطلوب أو أفراد شبكة التهريب على الطريق المؤدي لمنزله دفع رجال التحري ليتخفوا ويكونوا حريصين على عدم وجود أي مؤشر يؤدي للشك بأنه من رجال. نطلع على كوماندان. يلا تكلم على يا. كل العالم تخبي سلاحها، تخبي دوعتها، تخبي جلياتها، منطلق من هون لمطرح ما بدنا نوقف، ما في شيء ظاهر أبدا. يطلع العسكر كله بثيابه العادية بطريقة موهة، ما حدا منهم مبين انه هو عسكري او طالع، لنوصل للنقطة اللي راح نتوزع فيها وينحمل السلاح فيها. لهيك نحن انطلقنا من بيروت. طلقت القوة باتجاه البقاع. الرائد رئيس المكتب موجود. 40 دقيقة هلا 12:05 الساعة واحدة على قد ممكن عندنا. وفرقة الاستطلاع بالبقاع كانت عم بتفيدوا بالمعلومات. أول محطة سرح شتورة. اجتماع بشتورة. الهدف كان بعد ما ظهر. وأصبح هناك تضارب بالمعلومات حول إذا ما كان رح يقصد المكان أو لا. فهو بأوقات سابقة كان أعطى العديد من المواعيد لأشخاص وتمنى عن الحضور، إلا أنه هالمرة كانت بالنسبة لرجال قوى الأمن الداخلي حاسمة، واعتقال الهدف كان أكثر من ضروري. بعرف ما فيك تعطي تفاصيل قبل ما يصير الهدف بين إيديك، مطلوب بين إيديك. شو فيك تشرح لنا بس شوي عن طبيعة هيدي العصابة أو طبيعة المطلوب؟ المطلوب هو رئيس عصابة غسالة السيارات من مختلف دول العالم وخاصة أوروبا، ودخلها للبنان على إنها سيارات شاعية مافيا دولية. يعني بيرتبط بالمافيا الدولية، الحلقة اللبنانية المرتبطة بالمافيا الدولية غسالة السيارات. وبمكان قريب من الهدف وبعيد عن الأنظار اجتمعت القوة. وزع الرائد المهام، وضع رئيس المباحث الجنائية الخاصة وقائد الشرطة القضائية
بأجواء العملية وأرسل سيارة استطلاع لمعاينة الهدف عن كثب. أول شيء الهدف هو ضلوا انتوا هون مع النائب. بس احكي انا مع النائب رح تنطلقوا باتجاه الباب باتجاه المكان اللي هو فيه. مين بيعرف كل العالم بتقدرش تمشي قدام بس تصير بتجاه ولا حدا كل العالم تاخذ اقصى درجات تحيطها بس اطلاق نار ما بدي اطلاق نار ما بيصير الا اذا انا اعطيت امر او لحد الدفاع نفسه طلع عليه بالضبط. فنتجنب باقصى الحالات بكل الحالات اطلاق النار. بس نوصل لهوني القناة مع الشوفيري ضلوا قدام الباب بشكل جاهزين لأنه ينطلق. أوكي من هلأ وبالطالع بلشنا ننفذ مزبوط. نحن برفقة الرائد رئيس مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية ناطرين الإشارة لمواكبتهم بالتنفيذ. بعد ساعات من الانتظار وصلت الإشارة وتم التأكد من وجود المطلوب بالمكان المحدد. ابتدأت المهمة طلب الآليات. فانطلقت القوة المرابضة من شطورة باتجاه عنشف. هيدي المزرعة تبعته، هاي اللي مسيج البيت الأمير. المزرعة إلى مدخل واحد، بوابة حديد مسكر. رح أوصل أنا بالسيارة الأولانية، رح سكر المفرق اللي هو البيت اللي بيوصل على النهر مشان ما يهرب منه. معه جيب مرسيدس مصفوف قدام البيت. رح توصل أنت بالسيارة الثانية. البيت بدنا حدا يعربش على الحفة تيطلع، رح يطلع بيحملوه يطلع يفتح لنا الباب. نحن بهالوقت بس يفتح الباب بنضل فايتين لجوا. سيارتك بتسكر قدام باب البيت، السيارة اللي ورانا بتسكر المفرق اللي بينزل. لوحده كوماندان بالبيت هو؟ المعلومات انه موجود لوحده. خطر معه سلاح؟ هو خطر، ما بعتقد انه يقاوم لما بيكون في قوة كبيرة. عظيم. بننطلق هلا يعني؟ انطلقنا. يلا. وصلت السيارات لمكان الهدف بالمزرعة، وبسرعة خاطفة تمت المداهمة. بس بعطوها واحد بيجي دغري. ايه مظبوط، لانه تهربت منك 14 مره. حاول 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 حاول. حاول 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 حاول
رئيس الشبكة صار معتقل. التحقيق استمر معه لأيام. حاول التملص من التهم المنسوبة له، ولكن المحققين كانوا عم بيواجهوه بأدلة وإثباتات قاطعة بتأكد أنه كان وراء عمليات التهريب. أنا وجودي هون وقت ما جيت لهون، هلا طبعاً هالمكتب وهالقسم له إنجازات كبيرة بين الفترة الماضية واللي قبلها، وهذا القسم كان فيه دولة أشرفية إنجازاته كبيرة وضخمة، وهو قسم مباحث جنائية خاصة يعني له أمور خاصة، بحث خاص. كنت حاكي أنا والضباط بين الموضوع، لن أسمح ولا بأي جريمة تتعلق بالقسم تمرق مرور الكرام. نحن شغلتنا نكافح الجريمة وسنكافحها، وحندلنا مصرين على عملنا وشو ما صار يصير بكل قوة. وهذا كلام عم بحكيك إياه أنا عن قناعة تامة، مش لازم يكون بلبنان في مكان آمن لأي عنصر، أي شخص بحاول يرتكب جريمة بالقليلة عبر اللي موجودين عندي. أنا بالنسبة لي أنا لن أسمح. نفذت المهمة، اعتقل الجزء اللبناني من المافيا الدولية لسرقة السيارات يلي صالت وجالت بدول بأوروبا الشرقية وبأوروبا الغربية وبالشرق الأوسط. أتم لبنان واجباته بهالقضية وكسر حلقة أساسية من السلسلة، وأثبت أنه من الصعب أنه يتحول لبنان مأوى للمسروقات الدولية، والأمر تحقق بفضل جهد وتعب استمر نحو سنة لرجال مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية بقوى الأمن الداخلي، لتبقى الأرض اللبنانية تحت القانون.